مين فينا ما كان يحلم انه يترك بصمة ايجابية في حياته؟ هالموضوع هذا كان معي وانا بالمدرسة، كنت دائما احلم انه بس اكبر اترك بصمة في حياتي، بس كنت دائما افكر انه اللي بده يترك بصمة في حياته لازم يكون عالم او فيلسوف او مخترع زي اللي كنا نقرأ عنهم في كتب المدرسة، وانا كنت اشوف حالي بعيد عن هذا المجال. مرت الايام والسنين وضل هذا الحلم ببالي. دخلت على الجامعة، 3 سنين قضيتهم بالجامعة بدون أي أهداف، بدون أي اهتمامات، لغاية ما جمعنا صديق لإلنا وقال لنا تعالوا بدي أحكي لكم عن مفهوم جديد سامع عنه. قعدنا ورسمنا لنا 3 دوائر متشابكين ببعض، وقال لنا هذا هو مفهوم الاستدامة، هذا المبدأ أي شيء، هذا المبدأ هو المكونات الأساسية الثلاثة اللي هي الاقتصاد والحياة الاجتماعية والبيئية، وحكالنا أي شيء بينبنى على هذا المبدأ بيكون ناجح. أنا هون المخ الخليلي اشتغل عندي، روحت على البيت بلشت أعمل أبحاث وأقرأ على الإنترنت عن هذا الموضوع. شوي شوي يوم عن يوم صار اهتمامي في موضوع الاستدامة عم بيزيد، وصرت أحس إنه هذا المبدأ فعلاً ممكن يترك أثر إيجابي في الحياة. قلت طب انا ليش، انا كان عندي حلم اني اترك بصمه، ليش ما ابني اخذ الاستدامه هي قاعده وابني عليها. قررت اني اوظف مبدا الاستدامه في دراستي في الجامعه اللي كانت التصميم الداخلي. بلشت اعمل ابحاث ايش علاقه التصميم الداخلي مع الاستدامه. لقيت في مصطلح اسمه الجرين بيلدينج او السستينبل بيلدينج. تعرفت من هون على المجلس الاردني للابنيه الخضراء. المجلس هو جمعيه غير ربحيه، لقيت انه انا وياها عم نتشارك بهدف هو نشر مفهوم الاستدامه ونشر مفهوم البناء الاخضر. انتسبت للمجلس وبلشت احضر محاضرات متعلقه في البناء الاخضر، وقررت انه اعمل مشروع تخرج عن البناء الاخضر، والحمد لله الله وفقني واخذت الاول على دفعتي في مشاريع التخرج في الجامعه، كان مشروع جرين هاوس. هون زاد حماسي وزاد شغفي على موضوع الاستدامه، وصرت بدي اعطي كمان. بلشت اشتغل في قطاع الاستثمار في مجال الاسكان مع عائلتي، وكنت متحمس انه بدي اطبق هاي المبادئ في شغلي، لكن للاسف كان الفكره شوي ما كانت متقبله بوقتها، وحكوا لي لسه هذا لقدام ان شاء الله لكن مش هلا، بس انا جواتي طاقه وبدي اطلعها. قلت ما راح اوقف، كملت مع المجلس الاردني للابنيه الخضراء، صرت اتطوع معاهم بعد الدوام في لجان، إشي بفهم فيه وإشي ما بفهم فيه، أتحاش حالي بأي إشي، أتعلم، أخذ خبرة، أتعرف على ناس. كنت كتير مبسوط، قضيت 4 سنين، 4 سنين وأنا متطوع مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء. تعرفت على ناس بيشاركوني نفس هدفي ونفس شغفي ونفس اهتماماتي في مجال الاستدامة. تعرفت على ناس هدفها هو زيادة الوعي بمفهوم الاستدامة والرقي بالحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في الأردن. لكن بنفس الوقت كان المحيط اللي حوالي بعض عائلتي، بعض أصدقائي، يا زلمة شو بتسوي؟ قديش بيعطوك مصاري على هذا الموضوع؟ بقول لهم أنا باخدش مصاري، هذا عمل تطوعي. يا زلمة شو عمل تطوعي؟ أنت ناقصك تضيع وقتك ووجع راس. للأسف في مرحلة ما هذا الحكي أثر علي، وكنت أفكر فعلياً أني أترك عمل تطوعي في المجلس بعد 4 سنين تطوع. في نفس الوقت كان في انتخابات لمنصب عضو لجنة الاتصال الخارجي، دخلت فيه وكنت يعني حاط ببالي نسبة النجاح قليلة كتير، لأنه المنافسين اللي كانوا معاي أوردي ناس خبرة في هذا المجال وبيفهموا أكثر مني، فكنت حاكي يعني ها برشح حالي، نجحت نجحت ما نجحتش خلاص بتكون نجت منها وبترك المجلس والعمل تطوعي بقعد بالبيت. لكن سبحان الله فزت في الانتخابات، وهذا كان إصرار أني أظلني موجود في هذا المجال وأظلني أعطي. طرحت فكرة مسابقة فكرتنا خضراء لطلاب الجامعات يلي هي الهدف منها نشر الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية والاستدامة بشكل عام ومفهوم المباني الخضراء، ولحتى ننشر مفهوم وأهمية العمل التطوعي لدى طلاب الجامعات وأهميته لمرحلتهم ما بعد التخرج. الحمد لله لما كنت اقعد مع الطلاب ونحكي معاهم شغفهم وحماسهم انهم يتركوا بصمه بحياتهم
كنت أتذكر حالي أول ما تخرجت من الجامعة، وكان يزيدوني بالطاقة وكان يزيدوني بالشغف والحماس إني أعطي أكثر. اترشحت لمنصب لانتخابات الهيئة الإدارية للمجلس الأردني للأمين الخضراء، والحمد لله نجحت، وحالياً أنا أمين سر للمجلس. وكنت مبسوط بس فزت، ما كنت متخيل حالي إنه بيوم من الأيام أوصل لهذا المنصب. عائلتي وأصحابي كمان نفس الشيء، مبروك من هذا الأحسن إن شاء الله. قديش حتأخذ راتب؟ إيه لا، هذا بدون راتب، هذا عمل تطوعي. يا زلمة كمان تطوعي، وانت ناقصك وجع راس تضيع وقت. للأسف الخمس سنين اللي قضيتهم في المجلس في عمل التطوعي اللي كان الناس شايفينه انه مضيعة وقت ووجع راس، فتح لي بواب كثيرة. اول باب منه اللي فتح لي اياه اني تعرفت على ناس وتشبكت مع ناس اصحاب خبرة واصحاب هدف في الحياة واصحاب رسالة. الهدف الثاني اني حاليا عم بشتغل على مشروع سكني مبني على مبدأ الاستدامة، وهو من المشاريع الأولى يلي تسجلت في المجلس الأردني للأبنية الخضراء للحصول على شهادة تصنيف المباني الخضراء حسب معايير المجلس. يلي بدي أحكيه وأختم فيه هون، إنه إذا عندك حلم وعندك هدف حياتك، امشي لعنده واسعى وما تخلي شيء يوقفك، وخذ خطوة لقدام مدروسة حتى لو كانت بنظر الناس مضيعة للوقت ووجع راس. شكراً.